وللمزيد يسرنا أن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من الكويت الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر المصري. أهلا بك دكتور معنا في نشرة الثالثة. إذن يعني التقرير السابق يلخص حجم التبادل الاقتصادي والتجاري والتعاون في قطاعات الاستثمار بين البلدين. بعد التهنئة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، كيف تصف العلاقات الاقتصادية بين الكويت والبحرين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا أشكركم جزيل الشكر على إعطائنا هذه الفرصة الالتقاء مع أخواني أخواتي في تلفزيون مملكة البحرين الشقيقة. أولا مثل ما أنت عارف أننا نحتفل بالذكرى 63 لاستقلال الكويت و33 لتحريرها من العدوان، وإحنا نتقدم بجزيل الشكر لمملكة البحرين ونذكر بالخير رحمة الله عليه الشيخ عيسى بن سلمان والشيخ خليفة بن سلمان، ونتمنى طول العمر لجلالة الملك وولي عهده، ونتمنى الخير كله للشعب البحريني الشقيق. هذه العلاقة ما بين البحرين والكويت هي علاقة ما بين إيكاروس ودلمون، وهي علاقة بين إخوان في وقت المحن. في وقت المحن وجدنا من يقف معنا مثلكم مثل إخواننا في السعودية وفي الإمارات وفي كل مكان أثناء عمليات تحرير الكويت، وهذا فضل لا يمكن أن ننسى لكم مدى الحياة. العلاقات بيننا وبين البحرين هي علاقة تكامل وانسجام كبير ما بين الحكمين وما بين الحكومات وما بين الشعبين، ونعتقد مهما فعلنا هو قليل بحقكم، وأعتقد أن التكامل الاقتصادي كبير سواء في مجال الطاقات المتجددة أو صناعة البترول أو الألمنيوم أو الصناعة المصرفية، وصولا إلى ما نطمح إليه مثل ما أنشأنا مع أخواننا في عمان الدقم للبتروكيماويات، اليوم مع البي آي سي البحرينية أيضا في البتروكيماويات، وننتقل من مرحلة تصدير النفط الخام أو حرق النفط لإنتاج الكهرباء والماء إلى إنتاج البتروكيماويات واستخدام الطاقات المتجددة من الشمس والريح وغاز الميثان ومفاعلات الهيدروجين، وطبعا تكوين الرأسمال البشري بالتعاون فيما بين البلدين لما فيه خير ومصلحة البلدين إن شاء الله. نعم، أيضا كيف تنظرون اليوم إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا وأن يعني العلاقات تشهد يعني دفعات مستمرة من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين بين البلدين، يعني كيف تنظرون لمستقبلها؟ المستقبل واعد طال عمرك، المستقبل كبير بإذن واحد أحد إن شاء الله. إحنا شعبين، إحنا أخوان، إحنا أهل، بيتي يبدأ من حدودنا مع السعودية وينتهي إلى عمان، هذه كلها بلادي، هذول كلهم أهلي بما فيهم إخواني في البحرين الشقيق. وبالتالي سواء الاستثمارات الكويتية، الصندوق الكويتي للتنمية، الصندوق العربي، البنك الإسلامي، صندوق أوبك، أوابك وغيره، إلى مزيد من التقدم والتعاون فيما بين البلدين، وإحنا نطمح إلى أكثر من ذلك طال عمرك. إحنا نتمنى من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تنتقل رؤوس الأموال الداعمة للمشروعات، بحيث ما تكون في بلد واحد، تكون في أي بلد من دول مجلس التعاون بصفتنا منطقة واحدة جمركية واحدة، منطقة تتعاون فيما بينها لما فيه مصلحة شعوبها من الكويت إلى عمان. طموحاتنا إن شاء الله كبيرة، ونتمنى إلى المزيد من التبادل العلمي والثقافي والتبادل الطلابي والتكامل بين جمعيات النفع العام وأسات المجتمع المدني، المصارف الكويتية والبحرينية، الصناديق السيادية الكويتية وأثرها وأرباحها لما فيه مصلحة الكويت والبحرين ودول مجلس التعاون، وإن شاء الله تعم حتى توصل إلى العالم العربي والعالم الإسلامي. شكرا لك من الكويت الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر المصري، شكرا جزيلا لك.